أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في معلومة جديدة. طيب اليوم بدنا نشتغل يا إخوان على الزجزاج وشو طريقة الزجزاج وكيف بنشغل الزجزاج يا إخوان. تمام، راح نشتغل على طريقة الزجزاج ونشوف إيش الوضع اللي عندنا. تمام، زي ما شايفين الخضار ما شاء الله والأمور تمام التمام. طيب يا إخوان، على اعتبار إنه عندنا في هدف في المنطقة هذيك على سبيل المثال، الآن بتوقع إنه موجود الهدف، تمام، بتوقع إنه الهدف موجود لكن مش متأكد منه، يعني أنا مش متأكد من وجود هدف في المكان اللي أنا حكيت عنه. تمام، يعني بدي أشتغل على وجود الهدف. طبعا بنحط السياخ في الأرض، بنحط دقيقة خلينا نظبط الكاميرا، بنحط الأسياخ في الأرض يا إخوان على أساس إنه نشتغل عليها بالطريقة الصحيحة. تمام، الآن عندنا سيخين، طبعا مخلين 3 دقائق تقريبا. الآن بدنا نشتغل على السيخ بطريقة الزجزاج. خلينا نعتبر إنه الهدف على المنطقة اليمين هناك في المنطقة هذيك. الآن هاي المسافة ما بين السيخ والسيخ الثاني اللي هي منها احنا 10 سنتي. تمام، نشتغل على 10 سنتي. معلش اعذرونا على صوت الهواء، لكن في هواء اليوم شديد، خلينا احط الطاقية علشان الهواء يبعد عني. ماشي، بدي اشتغل على طريقة الزجزاج. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسيطة بدي اعطيك اياها بشكل مبسط يا اخوان، ما بدي اغلب كثير ولا احكي كثير ولا اشرح كثير. ماشي، اليوم بدي اشتغل على طريقة الزجزاج بهالطريقة. بحط السيخين هيك باتجاهها، الان بمشي، طبعا بطلع على الارض محل ما انا بدي امشي، بنتظر السيخ عبال ما يتحرك. على سبيل المثال احنا ما فيش هدف، بس على سبيل المثال الان تحرك معي السيخ باتجاه، اعطاني اتجاه، بنزل السياخ تحت بالارض، تمام، وبروح باتجاه اللي اعطاني اياه السيخ. تمام، بمشي معه. الان السيخ الثاني اعطاني اتجاه، بنزل الأسياخ، بلف حالي وبمشي بالاتجاه. ماشي، بظني ماشي بشوف وين بده يوديني السيخ. كل شغلنا طبعا على سبيل المثال احنا، طبعا ما بين اول لفة وملف الثاني بحسبها كم خطوة معي. يعني مثلا على سبيل المثال عندي 10 خطوات، بعشر خطوات بعشر خطوات مثلا على سبيل المثال. اذا الهدف عندي بعيد، راح اشتغل الهدف عندي بعيد. ماشي، راح اكمل الشغل. تمام، بحسب مثلا 10 هيك 10 خطوات مثلا، لف معي السيخ مثلا على سبيل المثال، لف معي بلف معه، بنزل الاسيخ، لازم انزل الاسيخ يا اخوان. ماشي، بعدين برجع باخذ الاتجاه اللي بعده. مثلا هون صار عندي 9 خطوات على سبيل المثال، احنا كل شغلنا هذا بنحكيه احنا على سبيل المثال. صار عندي 9 خطوات، برجع بحط، برجع بحسب مثلا 2 3 4 5، اعطاني اتجاه 5 خطوات مثلا، 1 2 3 4 مثلا على سبيل المثال. ما في هدف، انا ما مش قاعد ادور على هدف، انا بحكي على سبيل المثال. بعدين 1 2 3 4، اذا ثبت معي على 4 مثلا على سبيل المثال، اذا عندي الهدف في المنطقة هاي. ماشي، الان شو بسوي؟ بس اقرب مثلا بربع المنطقه متر في متر، يعني راح اشتغل على متر في متر. ماشي، على سبيل المثال الزجزاج وصل معي في المنطقه هاي، خلينا نعتبر المنطقه هاي اللي وصل معي الزجزاج فيها هون. ماشي، خلينا نقول انه لساتنا انا بالزجزاج. ماشي، الان زجزاج مثلا عكس معي السيخ باتجاه، هي الاتجاه اللي عكس معي السيخ فيه، بنزل بعدين بمشي بالاتجاه نفسه اللي عكس معي السيخ، عكس معي كمان مرة، بنزل برجع كمان مرة، هيك بحصر المنطقة في، بحصر المنطقة في متر في متر. ماشي، بحصر المنطقة في متر في متر. الآن شو باجي بسوي؟ برجع لورا مثلا كم خطوة، بعطيك اياها بشكل مبسط يا اخوان، ما بدنا يعني نضل نحكي بشغلات كبيرة وهاش. برجع كم خطوة، ببعد الذي عن بعض. ماشي، وباخذ الاتجاه تبعي، يعني سكرت معي مثلا على سبيل المثال هيك، وهذا السيخ ظل دغري، اذا في عندي اشي مطموم مثلا على سبيل المثال، في عندي اشي مطموم. خليكم معانا تمام عشان
نرتب لكم الموضوع اكثر واكثر. تمام، هسا احنا اخذنا الزجزاج، عرفنا كيف طريقة الزجزاج. يعني طريقة الزجزاج راح تكون 1 2 3 4 5 مثلا 20 30، عبال ما اربع المنطقة يا اخوان، لازم اربع المنطقة في الاخر. تمام، بعد تربيع المنطقة شو باجي بعمل؟ سيخين او سيخ واحد، تمام، لكن بعاد عن بعض، اهم شيء يعني مسافة 30 سم خلينا نحكي. بعدين باخذ بالشكل هذا. الان انا بمشي على سبيل المثال، بمشي الان مثلا اكس معي بهذا الشكل، هاي شايفين الشكل هذا، هاي اول شكل. شو باجي بعمل بالعملية هاي؟ اكس معي بالشكل هذا، ببعد بهذا الاتجاه، ماشي، برجع باخذ كمان مرة التأكيس تبعتي. مثلا على سبيل المثال رجع اكس معي هيك، شايفينها كيف، برجع باخذ بهذا الاتجاه كمان مرة، ماشي، برجع باخذ، عبير ما يا اخوان تاخذ معي التأكيسة الصحيحة. طبعا انا بحرك السيخ هسه، عبير ما تاخذ معي التأكيسة الصحيحة، هاي هي، شايفين الايد مع الـ مع الـ مع السيخ، الايد مع بعض، تمام، اخذت معي التأكيسة هاي، حددت نقطة. الان نعتبر انه مثلا حددت النقطة هاي انا، ماشي، شو باجي بسوي؟ الان في عندي شمال جنوب شرق غرب، تمام، باخذها من النقطة، مثلا جيتها مثلا من الشمال خلينا نحكي للجنوب، مثلا من الشمال للجنوب، الآن باخذها من الجنوب للشمال بهذا الشكل، برجع باخذ التأكيسة تبعتي الصحيحة 100%، ماشي، هون. بعدين برجع باخذها من الشرق للغرب مثلا هناك احنا أكست معانا، برجع باخذها من الشرق للغرب. هاي اخوان طريقة الزجزاج، هاي طبعا اكست هيك، ماشي، الان باخذها من الغرب للشرق باربع اتجاهات. لازم الاربع اتجاهات تأكس معنا، لازم الاربع جهات تأكس معنا. الان من الغرب الى الشرق، تمام، اكست معي، اوكي، 100%. الان حددت النقطة انا، تمام، طبعا هذا الفيديو راح يكون بس لتحديد النقطة اللي هي الزجزاج وتحديد نقطة الصفر، تمام، وكيف الطريقة اللي بقدر أحدد فيها نقطة الصفر عن طريق الزجزاج. الزجزاج شو اشتغلنا فيه أول؟ بلشنا، تمام، أعطانا اتجاه أول، نزلنا لفينا مع الاتجاه، بعدين أخذنا السيخ، أعطانا اتجاه ثاني، نزلنا، بعدين مشينا مع الاتجاه، أعطانا اتجاه ثالث، نزلنا، ظلينا ماشيين 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 عبيل ما نحدد نقطة الصفر اللي احنا بدنا اياها، ماشي. طيب تحديد نقطة الصفر شو بيعني عشان نفهم هالسلافة هاي؟ تحديد نقطة الصفر ايش، شو المعنى تبع تحديد نقطة الصفر؟ يعني على سبيل المثال عند النقطة هاي، طبعا هاي نقطة حقيقية يا اخوان اللي انا بفحص عليها، تمام، هاي مش على سبيل المثال، هاي نقطة حقيقية، ماشي، في اشي مطموم يعني، مش انه هيك، اوكي. طيب نيجي نحدد النقطة هاي اللي عند الأبيض هنا، كويس. هسا أنا ماشي في الزجزاج، الزجزاج كيف عرفت أنا وصلت نقطة الصفر؟ صار معي بهذا الاتجاه زي هيك، تمام. ثاني، هاي الخطوة الأولى. الثانية إنه صار مثلا على سبيل المثال خطوتين لف معي، بعدين رجعت من هنا خطوتين لف معي، إذا صار عندي مسافة الزجزاج بسيطة، مسافة الزجزاج صارت بسيطة. إذا بلشت من 10 متر، 10 خطوات، 10 × 10 × 10 × 10 × 10 مثلا 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 لحد ما وصلت لمنطقة إنه الزجزاج بطل يمشي معي، غير خطوة واحدة برجع هيك، خطوة واحدة برجع هيك، خطوة واحدة، خلاص انتهى معي الشغل، ثبت معي بعد الزجزاج، ثبت معي. ممكن أبلش الزجزاج من هناك من فوق، ممكن أبلشه من هون، ممكن أبلشه من هناك، لكن بالنهاية راح يوصلني لنقطة هدف، هدف معدن، تثبيت معدن ثابت، شغل ثابت. الآن تحديد نقطة الصفر بالشكل الصحيح راح أخذ، ولازم السيخ يرجع معي باتجاه إيدي، إذا رجع هيك فببعد 2 متر، إذا رجع بهاي الطريقة مثلا فتح، خلينا نيجي مثلا جينا على الهدف، فتح معي بهاي الطريقة،
بدي أرجع لهذا الاتجاه مترين. إذا فتح معي بهاي الطريقة راح أخذ هذا الاتجاه مترين أو متر مترين حسب، تمام؟ يعني بالآخر مفروض إنه يأكس معي هاي التأكيسة. شغلة الزجزاج يا أخوان شغلة سهلة مش صعبة، شغلة سهلة مش صعبة. تحديد الزجزاج مش إشي صعب. أي شخص موجود، أي زمر الدم موجودة، أي شخص عمره ما اشتغل بالأسياخ ممكن يحدد الزجزاج، ممكن يحدد الزجزاج، ماشي؟ يعني طفل صغير بيقدر يحدد الزجزاج. لكن بالبداية بنصفر الأسياخ، بنحطهم في الأرض 3 دقائق إشي زي هيك، على أساس إذا في أيونات موجودة من الشنطة، من السيارة، من كذا، ماشي؟ يعني نخلص من الأيونات هاي الموجودة، تمام؟ إذا تحديد الزجزاج صار عندي سهل جدا إني أقدر أحدده. هيك يا إخوان، هاي طبعا الحلقة الأولى بالنسبة للزجزاج وبالنسبة لتحديد نقطة الصفر بشكل سريع سريع. يعني هي مش مفصلة كثير لأنه كان في فيديوهات إلها مفصلة، لكن هسا إحنا مش مفصلة كثير، لكن الشغل تبعها إن شاء الله إنه 100%. وأي شخص، أي شخص ممكن إنه يستعمل هاي الطريقة، ما فيها أي تعقيد، تمام؟ وما فيها يعني ما في داعي تروح تجيب واحد تبع السياخ، اشتروا سياخ حقهم دينار، اشتريهم يا اخوان، اشتروهم يا اخوان، واشتغلوا على الزجزاج، واشتغلوا على نقطة الصفر، تحديد نقطة الصفر بالطريقة الصحيحة، تمام؟ احنا اشتغلنا على نقطة الصفر في مناطق، اشتغلنا على نقطة الصفر فيها اعطتنا، حتى لما نوصل نقطة الصفر تعطينا إشارة تثبيتية لوجود دفين أو وجود خلينا نحكي مقبرة أو وجود مغارة أو إلى آخره. يعني السيخ حتى على الزجزاج بوصلك لإشارة ثابتة، حتى على الزجزاج نفسه بوصلك لإشارة ثابتة، بوصلك لشغل ثابت، تمام؟ شكرا لكم للمتابعة يا أخوان، ولا تنسوا من الاشتراك اللي مش مشترك بس يكبس على هاي، وأهلا وسهلا فيكم وشرفتونا.